الزيت نحطوه باش ما تعجنش والماء ملح باش وبالنسبه للشوربه نتاعنا حضرت نطفيو عليه ونخليو على جنب. اوكي اوكي فوالا دوك نشوفوا كيفاش على روحها شد ثنيه. اي ناخذوا المقرونه نتاعنا شويه بشويه. انتو شكون اليوم؟ انا ولدي باش نشق معك فتره اليوم. مرحبا بك كيفاش معاك؟ بيان سور عايشك فوالا 3 بيرسون ولا نزيدك؟ لا سي بون حط 4 بيرسون حط 4 القطوسه بالك غدوه الصباح خاطر عندي ولدي عنده القطوسه الصباح مع حكايه السونار. باهي دونك شويه بشويه. اي زميلتنا من وراء الكونسوليت فرحت. شفت الحس ديما موجود؟ موجود. نبداو نفوقوا؟ نبداو نفوقوا. الملح فلفل اكحل عايشك. فلفل اكحل موجود الملح. لا لا انت انت شو تشرب؟ انا اوكي. قمر مليحه؟ اي هنا؟ اي فوالا بارك الله عليك. لا لا اناقه ورشاقه تبارك الله اللهم صل على النبي. غطاها وين نشوف؟ نعم؟ هذه غطاها وين؟ تفضل. خايف من مرتك؟ لا مش على انت انت قلت لي اي حاجه نغمو بها نرجعوها. لا لا دار خايف من مرتك. لا لا مرتك قلت لي اي حاجه نغمو بها نرجعوها. باهي نظام ونظافه خويا تفضل. مقرون الطماطم طماطم عجن شويه برك. اي ما خلطوهاش خليها بشويه تمشي على روحها. اي اوكي؟ اي هوب الطماطم هذيك ناخذ كعب اخرى. ناخذ كعب اخرى. وشاف بربي ما عادش تسالني كان انا عندنا زملائنا هذوما محاضرين معنا 500 حلقه قاعدين اسال خويا وشوف فهمت كيف كيف ما زدتش الماء. اي وما نجاوبكش. باه اوكي شوف بارك الله يا جماعه كل اللهم صل على النبي تفرج كذبوا في النوم سيمونير كلمتنا عليه الفيتنامية. اي اي قالت لي تبارك الله قالت لي معناها كادرور عظيم ياسر. اي تعرف اي اي فوالا توا نبدا نخلط بشويه بشويه. تسمع في الموسيقى شد الامور لازم كعبه الطماطم تفضل فشخوه مكاي فشخه تفشيخا فوالا سهله الكوجين راهي سهله تو ما سالتنيش قلت ليش حتى ما قلت ليش ماكش لايق بيليك وين الثوم فعلا فعلا سؤال محير تو ثوم في الاخر اي علاش نقعد نحرق فيه انا من بعد هكا ولا هو قوته في ريحته صحيح وقوته نيه تو هكا تسيبه بشويه بشويه شوف بدات تقرف الزيت نتاعها ريتها اي اي ما زدناش حتى طرف ماء لحد انا وماناش باش نزيدوا ماناش باش نزيدوا باش نزيدوا شويه ماء غادي كان بعد ما عندناش ست دقائق تو فكك ثم تنجم تشكر تو شويه بالحق اي هاي سيدي حضروا روحكم سيداتي سادتي نحب نشكر الفريق اللي خدم معنا في البرنامج هذايا واللي تعبوا تعرف كيف قلت لكم حطيش من قبل شقال الفطر الناس هذيا ضحات وتعبت ساعه نحب نشكر اولا عاشور وي لا ما اتاي في قشوة عاشور نحب نشكر رضوان نحب نشكر مروان نحب نشكر مراد رقيق نحب نشكر زياد نمري نحب نشكر غايث قصوري نحب نشكر نداء شلفوح وين نداء وين نداء شلفوح نحب نشكر ياسمين نحب نشكر رؤوف عاشور قلناه حسان هشام قيس سبونا نرتاح شويه لحظه بزاف بزاف باش يتحرق جربي لحظه باش يتحرق باش يتحرق منعم فيسع فيسع منعم منير محرز ريما بن مسعود امنه زياد طيب سليب وقره جعفور ميرسي شكون اخر اسمك غلط هاي بعض الطيبه اللي تنعاودوه امشي امشي انا مانيش معاهم لا انت الشيف عاد احنا عاد باهي تحسبوا لك هز ورق هز انا اي ورق هذه نعم سيدي هاي اخوي مقرونه نتاعنا كالعاده ما نعاودش نفسر لك تكون او ها زي ما تكون الدنتي الدنتي مقرونه والله تعلمت والله تعلمت الدنتي الحليب باليوناني غلة شوف احكي مع المدام قول لها راني تعلمت يا مدام وراني واقفه معاك وراني تو تراكي ترجع شوف لا اسم الجيران بربي للفوق امان نعرف الريحه طالعه فهمت اما راهو امورنا باهيه لان تعلمت كل شيء سي بون المقرونه كي تبدا نص تياب الدنتي صحيت وش نعملوا لها وش نعملوا لها توا ديريكت وهي سخونه نصب نحطها في الماء بارد وي
اللي ما يحطوهاش في البيبان يا 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 يحطوها في الكسكاس مروح انا لا بابا لحظه بالله شاف لا لا بالحق انا نفضها لا لا بربي يجي شاف لا سيد برحمه تعزي تو عادي تحكي فيها ذا لا لا نصفيوها جمعه من زمان تلين وكل شيء نحطوا لها الزيت نحطوا لها الزيت ايه وراس النبي محمد زيت انت يا عندك الوحده بتاع ما بتاع لا لا مخك لا لا بريق شاف بريق ولا نحطوا لها الزيت مش نحطوا لها الزيت مش ما تشدش مش ما تعجنش هكا ما بارد لا 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 جاي نجيب لها لا اهو الله 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 عنده الحق جيرار ما عادش حاب يجي اه تبارك الله عليه ربي سلم لي عليه ياسر ياسر احلاها هكا جيرار ومحلاها هكا الماكله اللي عملها لنا اوكي شفت كيفاش ولا تو مش ناخذوا الماء نتاعها اي ردوا بالنا على الملح حطينا ملح لنا وحطينا ملح لنا صحيت ديما ما نكثروش لنا الميزان توصل اللون نتاعو كيفاش فيه الزيت وفيه كل ابيض هذاك هذاك النشاء ابيض المقرونه سي يمين روحه المقرونه قسما بالله أسمع. عمري ريتها انا اسمع الحكايه اسمع الحكايه اسمع الحكايه تو تحركش خليها هي على روح والله فاز كويس حط الزيت حط الزيت سيدي حط الزيت يلا حرك هاي سيدي دور مليح دور مليح شقلب اي صحيت لا يحس روحي في الهند صحيت صحيت حس روحي هنداوي في اخر حلقة باش تطلع خويا شنو نعمل زيد شوي زيد شوي شنو اللي نزيد زيد واحد نبقى هكا تصفيقة بربي على جعفر هذا ميرسي ايش نعمل تو جعفر صب شوي لهنا اه فيسا 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 بس حرق بس حرق فيسا كلها هي هي صحيت جعفر جعفر ما نخلطوش شفت كيفاش محلاها والله العظيم تبكي نزيدوها ضربه ماء لا بالحق تبكي قسما بالله تبكي بالحق هذه وضربه زيت زيتونه هكا حيت تو نلعبوا شويه معها بسم الله فوالا لا برجولية اسمع ركحة تغزلة تسمع في حسة ما نعود نهيجو لك كان عندك شكون تشكر اشكر مسيرش بتولي هي قاعدة تشكر المقرونة تشخشخ هي تو إذا ما تشرب هي تو أوك علاش نخرجوها لدنتي مش نزيدو نتبعوها بشوية بشوية وتوا ديما ديما نزيدوها شوية فحات تشرب المقرونة تشرب هاي الفاح اوكي فما شكون يحط كمون راهو مش خايب راهو شويه كمون شويه بركه ما تخافش اي لا ما تخافش اسمعني ما تقولش اللي انا حطيت كمون شويه دوبليش صحيت هي عندك نهريس العربي كي تبدا مفوحه مليح اي صحه حسيت كفرح بيا اليوم لا صاحبي عايشك 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 يا جعفر 30 يوم واحد مني ولا رمضان وكذا كيفاش منكم انتم سيدي انا واحد فهمتني؟ أي؟ شفت المقارونة كيفاش قاعدة تشرب في الصوصة نزيدها نشبحها أهي نتبع ديما الموزيكا رايد اللعب اللهم صلي على النبي أي 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 لا والله عالمي والله يا عاد سمرة تصفيق عالمي بالعكس والله سبيكتاك يا خويا نمشيش نكبها نجي نطبها نعمها بسم الله ربي يجيبنا في الصواب ريتوها توا الجاست ساق اليسار القدام ساق اليسار اليسار صحيت هكا يديك شوية تشجيع تهز وتعاود ترجع شوي بشوي لا يلا شوي تشجيع شوي بشوي حرك من حرك من الاول حرك من الاول حرك من الاول الا بالقوية حرك من الاول حرك من الاول شوية هكا خليها تتهن هاي صحيت صحيت ايه امشي جاب صحيت امشي ميرسي ميرسي حاس روحي ياسر من الهند انا اليوم خويا جعفر سيدي امورنا واضحه ما نزيدوها حتى شيء صحيت تتكلم وحدها الشربه حاضره شفتها زعره نبداو بها خفيفه نظيفه ومن بعد التشخشيخه هذه تسخينها بها قبل ما تبدا تتعشى أي. ضربه زيت زيتونه اللهم صلي على النبي شاي طيب بابا شيف مش معك الشيف جعفور يعطيك الصحه شيف يعطيك الف صحه شمت فهمتك ريحه المقرونه اه شيء يعمل 66 كيف صدقني ها وقداش انا ساعه نموت على المقرونه هوايه المقرونه مغروم ياسر بالمقرونه المقرونه هذه ان بو ان بو ان بو ان بو ان بو احكي لنا عليها اي دونك هي الحكمه ديجا في المقرونه توسكيك المقرونه المنقوبه يلزمها فيها برشا
صوص. صح. اسكارغو وليغوم حاجه باهيه فيها السبناخ وطماطم وناتور. هاي خويا. دونك هذوما لي ترا الخاصيات نتاع المقرونه. وتشرب لك اكثر صوص، دونك الصوص نتاعك لازمك انت تكون مشخشخه. مشخشخه. صحيت. من شخشخه يشخشخو. تشخشخني. صحيت. دونك شنو عملنا؟ أول حاجة زيت زيتونة. إي نعم. بشوية بشوية نحطوا الكروفيت والساش نتاعنا والمول ما نحطوهوش. المول خليه في الآخر بكل. توسكي بابوش نحطوه في الآخر بكل. كان خذيناه فرشك البابوش نحطوه مليح في الماء باش يسيب التراب نتاعو ونزيدوه في الآخر بكل. مش في السميد قالوا في السميد. سميد شنية؟ قالوا البابوش اللي يبات في السميد اللي كان في يبات؟ في السميد ولا بالحق نحكي. لا لا يتحط يتحط فما في الملح يتحط. ملح العرش. اوكي. يعني تسمى اون سوليسيون ساتوري. صحيح. الماء والملح مش يسيب له الواحد نتاعو. صحيح. مي هو راه كل ما تحطه في الماء نتاعو كل ما يسيب وتبدل ديما الماء نتاعو. واضح شيء. هذيك كلها افكار واتفق علماء الطبخ ان لا يتفقوا. ان لا يتفقوا. صحيح. واضح شيء. دونك من بعد نعاودوا نرجعوا زيت زيتونه مش سخون. اي. ثوم ما حطيناش كروفيت ساش من بعد نحط الثوم باش ما يتحرقش. اي. في الاخر بكل الصوبيا زدنا طماطم المعجونه وطماطم فريشكه كليل. كليل. الروسيت هذه حطينا فيها شويه شامبينيون. ايه نجم نحطوش بعديك قرون فلفل نقصوهم جويدين نزيدوهم زيدان للصوص ونخليها تمشي سله سله. الشيف جعفور بصحة الابدان شيف. عايشك جعفور يرحم والديك. مريقل ربي يبارك لك وسامحنا في تعبك. عايشك. من اروع الاكلات اللي انا متوقع انها باش تعمل البوز بعد شق الفتره. لا لا حاجه بنينه. أنا هي منها مرحاجة. لا لا هذيك وهذي زوز كيف كيف. هيك شفاشك عملناها كل ها كأنها باتو فلوكا. فكرت في بوك وتاع بنطلارية وكل شيء. كي نعمل فيها فكرت في بوك في بنطلارية. مقرونة مشخشة حطيناها في الألومنيوم وكل شيء مش تشد السخانة نتاعها. شلطوني حتى تجي شق الفطر. اي نعم. تعملها ضربة صغيرة في الفور توديك به. ربي يبارك لك شيف. الشوربة غاديك. حاضرة. زعرة. حاضرة. شوية ملح شوية فلفل أكحل. وأنا حاضر شيف. أوكي. أنا حاضر. حمصناها. سفناليا بطاطا طرف الدجاج كرافس في الاخر بكل. قبل ما نختم البرنامج خفيفة خفيفة ربي يبارك. قبل ما نختم البرنامج نسيت شخصية مهمة رفقتنا من أول رمضان اللي هي خالتي خيرة اللي تنظف لهنا. ايه بربي ايه. تصفقوا عليها تصفيق أخويا برشا. يرحم والداها المرأة هذيك شعانات معانا. يرحم والداها بارك الله فيها وأي مرأة تنظف يعطيها الصح. شايف عندي طلب أخير. ايه تفضل. ميسيرش شنو؟ شنو؟ ميسيرش ولا لسه؟ باش نتصور مع ال لا باش نكلم مرتي بسكايب. باهي. خاطر باش نعطيها المعلومات الكل. علقت. مش مشكلة. شيف. شيف طيب. عايش شيف طيب سي جعفر. إن شاء الله نتقابلوا مرة جاية. الشيف جعفر. شيف يعطيك الصحة. يعطيك الصحة جعفر. ربي يبارك لك. عندي لك بعض الأسئلة. لا 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 أسئلة شيء. إيش أنت لهنا إيش؟ أوكي شيف. إيش أنت لهنا إيش؟ كل مرة أنت كل مرة أنا سي جعفر. سيدي غمض عينيك سي جعفر. شنو ما البزاوش؟ البزاوش البزاوش هما الفارم تاع العلوش. غلط. تقرأ ليك جمعة. بزاوش هو الفلفل الأحمر الشايح. هما حقها بالنسبة للبزاوش هما الفلفل الأحمر الشايح. سؤالي بعده شيف. الحليب باليوناني شبيه سيدي؟ شاسمه؟ مقطوع. الحليب اليوناني. الحليب اليوناني اللي تاتو. اللي تاتو. غلط. شو اسمه؟ غلط. اسمه غلط. قريت 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 ومن بعد طلعت طالح. اي شيف اي سيدي. المرقاز وبالانجليز. اه؟ المرقاز كيفاش يقولوا له بالانجليز؟ المرقاز ماك مانا مان. المرقاز بالانجليز. ماك مرقاز بال على ترتوش تلساني. المرقاز بالانجليز ما عرفتوش بالعربي. انا المرقاز باش تنزل شو اسمه بالله بالانجليز؟ غلط. اسمه غلط زاد سهل ياسر. هذا شو اسمه؟ الدلاعه بالفيتنامي. شو اسمه الساعه المرقاز بالانجليز؟ سوسج. سوسج اي الدلاع بالانجليز. الدلاعه بالفيتنامي. الدلاعه بالفيتنامي يا سي جعفر. يا لله كليت القشور لازمك تعرف اسمه. اي اي الدلاعه بالفيتنامي. الدلاعه بالفيتنامي. وها يا ما هذا انت ها ميرسي. اخر سؤال تفضل سيدي.
المقرونه كي تبدا تتقرمش اي شو يسميوها بالطليان؟ هذه يا تزوي على الاخر على دينتي يا معلم. واي شنو شيف؟ 10 بومبا. شنو؟ 10 بومبا. لا عاد تقول لي شاهي طيبة تو خل باش نهبطوا اسم زياد زياد لي تايم لوطت بالشاب تقول لي 10 بومبا. لا عاد برسم قول لي شاهي طيبة باش نهبطوا اسم زياد. سي جعفر. اي 10 بومبا. حبش يفهم باش نهبطوا اسم المخرج قول لي شاهي طيبة. شاهي طيبة سي جعفر.